الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة 20 بقونة الكنيسة بتحتفل بنياحة أليشع النبي، وأليشع النبي أحد أنبياء اللي اتكلم عنهم الكتاب المقدس. على يبقى معنى هذا أن ربنا عايز يقول لنا من خلال حياته شيء مهم للخلاص. هو اتكلم عنه سفر الملوك الأول إصحاحات كتيرة، لأنه في الفترة بتاعت أليشع النبي ما بعد إيليا النبي، يعني إيليا النبي سلم أليشع حسب كلام ربنا، وكان وقتها إيليا في مواجهته مع أخاب وإيزابيل على دخول أنبياء البعل، أليشع ابتدى أنه يستمر في الخدمة، ولكن اختلف خالص خدمة أليشع عن خدمة إيليا النبي. إيليا النبي كان يسكن الجبال، أليشع كان عايش في المدن. إيليا النبي كان يواجه ويرجع تاني الجبل، أليشع النبي كان عايش وسطيهم. إيليا قلت على حضراتكم قبل كده عند صموئيل النبي، إن صموئيل النبي عمل حاجة اسمها مدرسة الأنبياء، استمرت وقت إيليا، وكان يسكنوا حوالين إيليا النبي في حاجة زي أكواخ كده، كوخ لكل نبي، كان يجمعوا مع إيليا النبي يدرسوا الناموس ووصايا ربنا وكلماته. استمر الوضع ده كمان وقت أليشع النبي، وبقى في مدرسة الأنبياء اللي هو كان بحسب وضع العمل اللي ربنا قال لإيليا النبي خلي أليشع يبقى مكانك. هتشوفوا القصة خلاه مكانه ازاي، قصة لطيفة خالص. إيليا النبي يقول عنه كتابات اليهود في كتاب اسمه الهجادة، يقول أنه طائر السماء الذي سيظهر فجأة. يعني إيليا اختفى فجأة، انتوا عارفين القصة برضو هنقولها كمان شوية. وكان إيليا النبي له مكان كبيرة جدا، حتى انه في طقس الفصح كان يتحفظ له كرسي فاضي، لانه بيقولوا ان مجيء إيليا علامة على مجيء المسيح المنتظر. أليشع اسم معناه الله خلاصي، يبقى الفكرة بتاعت أليشع الله الذي يخلص. وهتشوفوا في بعض الأمور اللي أليشع هيعملها مرتبطة بالمسيح إلى حد كبير. هو كان من عائلة غنية جدا، حتى أنه كان والده عنده حقول كتيرة. ده يبان أن لما إيليا النبي دعاه كان هو في عنده بيرعى الحقل بتاع والده، وهو كان بيحرس الأرض. فراح إيليا النبي جه وراح رمى عليه الرداء، رمى الرداء معناها أنه خلاص هيستلم هو الحياة الجديدة بتاعت النبي، لأن كلمة الرداء معناه يخلع رداءه عليه، معناه أنه هو يعطيه مما عنده يعني. فأليشع قال له خلاص أنا كده هروح لوالدي وأقول له أن أنا خلاص هسيبك. وفعلا دبح التيران اللي كانت في الحقل، قدمها ذبيحة، وجاب المحراث وحرقه، وهو بيعمل الذبيحة حرق المحرات عشان نسمع نفس الكلام اللي قاله ربنا يسوع المسيح: ليس أحد يضع يده على المحرات ويصلح الملكوت الله، يعني وينزل وراء. يعني اللي بيحط ايده على المحرات وماشي بقى في طريق ربنا ما ينفعش ان هو ينزل لورا مرة تانية. أليشع النبي عمل كده، ان هو مشي في طريق ربنا وساب كل شيء لأجل المسيح، لأجل الله. خرج مع إيليا النبي والتلمذ على ايديه فترة، ويقول سفر الملوك انه كان يصب ماء على يدي إيليا، ودي علامة التلمذة، يعني كان تلميذه القريب منه كان يصب ماء على يدي إيليا النبي. وصار ارتباطه بإيليا النبي ارتباط قوي جدا، حتى انه إيليا النبي اخده معاه وقال له انا عايز اخد 2 من روحك. فإيليا قال له بص، لو انت كنت معايا وانا صاعد هدي لك ده. دي معناها ايه؟ معناها اذا ارتبطت بيا في الفترة اللي جاية دي قوي هتاخد. نفهم من كده ايه روحيا بقى؟ الذي يثبت يأخذ. وفعلا فضل ملاصق لإيليا النبي في اللحظات الاخيرة، وفعلا حصل ان هو إيليا النبي هو معدي، كان الرداء بتاعه راح ضرب بيه نهر الأردن، اتفتح 2، وعدى إيليا النبي ومعاه أليشع. رجال الله قوتهم اوعى تظن ان هي من شخصياتهم فقط، لكن وجود الله فيهم انه يستخدمهم بقوة.
بص واحد يحط رداءه على النهر يتفتح اتنين ويعبر، وعبر الاتنين، وبعدين بعد ما عبروا جت مركبة نارية واستقرت على إيليا، والمركبة بتاخده، مركبة نارية وهي بتاخد إيليا النبي، هو صرخ فمسك في توب إيليا النبي فادهوله. التوب ده هو اللي لما هيرجع بقى تاني إليشع النبي يضرب بيه النهر يتفتح اتنين تاني مرة تاني. والتوب ده علامة قوة الحياة الروحية، أنه إيليا ترك توبه المادي على الأرض ليكون كائن موجود يشهد في وقت معين على مجيء المسيح في نهاية الأيام. ويقول أنه لما رجع إليشع النبي لمدرسة الأنبياء، هم تخيلوا أن ممكن المركبة النارية دي تكون شالته ورمته في حتة، فقعدوا يدوروا في الجبل 3 أيام ما لقوهوش. طبعا إيليا صعد، وبعدين رجع للكرمل مدرسة الأنبياء، وبعدين راح للسامرة، وكانت وهو في طريقه في السامرة أرملت أحد الأنبياء، يعني نبي كان متزوج وعنده ولدين وكان حاصل جوع، فراحت لإليشع قالت له هنموت أنا والأولاد، يعني كرامة لزوجي اللي كان بيتنبأ يعمل حاجة. فبصوا قوة هذا الشخص بقى في علاقته بالله مباشرة، قال لها عندك إيه؟ نقول عندك إيه؟ ما تعمل معجزة؟ يقول لها في حاجة مهمة قوي، ربنا يستخدم القليل الذي نقدمه كي يكمل هو في ضعفنا. القصة اللي جاية تقول كده، يستخدم القليل الذي عندنا ليتمم به ضعفنا، يكمل ويصنع هو القوة. لكن في تدبير الخلقة لا يخلق من عدم، ولكنه يستخدم ما في داخلنا. نقول له ضعفة ما عندناش، يقول حاول انك تقف على رجليك وانا ثبتك، لكن تقول له انا نايم مش هعمل حاجة خالص وانت اعمل كل حاجة، يقول لك لا مش هيحصل، قدم ولو القليل. حاصل كده، قال لها عندك ايه؟ قالت له ما عنديش غير دهنة زيت. عارفين يعني ايه دهنة زيت؟ يعني لما الزيت يبقى في الوعاء اللي فاضل ايه، تجيب قطنة كده تروح مسح الوعاء نقطة زيت. قالت له دهنة زيت. قال لها حلو، هاتي دهنة الزيت دي. طب ما تجيب الزيت من عندك. يقول لا لا، ربنا هيعمل كده، يبارك في القليل. جاب دهنة زيت. قال لها بقى روحي بقى هاتي كل الأوعية اللي عند جيرانك، وقال لها اكثري ولا تقللي، يعني هاتي كتير جدا. قعدت تستلف وغابت، وقال لها اقعدي بقى وخدي دهنة الزيت دي وعصريها في كل الوعاء هيتملي. ده هو من بعيد، وفعلا عملت كده. قال لها اقفلي على نفسك انت وابنك بس، كل مجن ابنة الملك من داخل، ما تقعدش بره تعمل الشغل ده وسط الناس، اقفل عليك مخدعك، صلي الشوية القليلة دي ربنا هيدي لك نعمة. وفعلا أخدت بدهنة الزيت دي عملت أوعية كتيرة، وقدرت إنها تقف، وقدرت إنها وبعتهم، وبقت عندها فلوس قدرت تعيش. وكان هو بيمر مرة كان في منطقة، وكان في واحدة في امرأة شونامية، هو بيعدي على المكان بتاعها دايما، فقالت لزوجها، كانت هي تستقبله وتقدم له أكل هو وتلميذه، فقالت لجوزها يعني رجل الله بقى كتير بيعدي علينا، ما نعمل له فوق مكان يبات فيه ويرتاح بدل ما هو بيتعب. يعني زوجها وافق وبناله علية فوق. إليشع النبي شعر قد كده العطية دي بدون أي رغبة في شيء، فراح قال لها تطلبي إيه؟ قال لها عايزة إيه؟ فجيه تلميذه قال له إنها ما بتخلفش، فقال طب هاتي جوزك. جوزها كان كبر في السن، قال لهم السنة الجاية هيكون معاكم ابن. وفعلا السنة اللي بعدها بقى عندهم ابن، وكبر الابن وفرحانين بيه. وفجأة الابن ده وهو
قاليش عن النبي في مكانه. الابن ده كان مع ابوه في الحقل، سخن، راح وداه عند امه، حطها على حجرها، مات الولد. راحت اخدته طلعته عند العليه بتاعه اليشع وراحت لاليشع. من بعيد اليشع النبي شاف المراه جايه له، بعت لها تلميذه: اسلام لك، اسلام لزوجك، اسلام للولد. فقالت له: سلام، من بعيد. وبعدها راحت لاليشع، قال ايه في ايه؟ قال كده جمله غريبه جدا، قال هي راحت مسكت في رجلين اليشع، فالتلميذ اليشع بيجرها: ايه اللي بتعمليه ده؟ فقال لها: اتركها، نفسها مره، والرب كتم عني ولم يخبرني. يا سلام يا سلام، شفتوا علاقه قد كده بقوه؟ يعني سيبها، ربنا خب عليا الموضوع ده. زي ما ربنا في علاقته بابراهيم: هل اخفي عن عبد ابراهيم ما انا فاعله؟ ايه ده؟ ايه القوه دي؟ علاقه الله بينا على هذا المستوى: هل اخفي عن عبد ابراهيم ما انا فاعله؟ وقاليش النهارده يقول: الرب كتب عني هذا الامر؟ يعني ربنا ما قاليش الحكايه دي، يخبره بالامور كلها. فقالت له: هو انا طلبت منك شيء قبل كده؟ مش انت اللي اديتني الولد؟ قال لها: اه. قالت: الولد مات. فراح العصايه بتاعته، قال لجحزي تلميذه: خد العصايه دي حطها على راس الواد 3 مرات، حطها على راس الواد، حطها على راس الواد ورجع، قال: الواد ما قامش. فموضوع كبير بقى، فراح بنفسه، راح وطلع العليه، وراح احتضن الولد، والولد شويتين سخن، ابتدى يتحرك فيه روح، وراح اخده وراح للام، قال لها: خدي ابنك. القوه اللي ربنا بيعملها مع اولاده فوق الوصف، فوق الوصف. وكل حياه اليشع كانت كده قوه جباره، حتى انه مره كان عنده مجموعه كبيره، 100 راجل، وبعدين كان جوع: عندكم قد ايه؟ قالوا: عندنا 20 رغيف. فراح بارك 20 رغيف واكلوا، شبعتهم وفاض عنهم، زي معجزه اشباع الجموع. علشان ربنا يقول حاجه مهمه جدا، انه اسبق قبل كده وقال، اخبر عن مع انبيائه بالفعل اللي هيتم. حتى اشباع الجموع كان له اصول في العهد القديم. ومره المرات بعد ما انتشر بقى ان اليشع النبي كل ما يمد يده فيه يكون بمعجزه، مره كان اكل مسموم راح خلاه اكل حلو، مره الميه تبقى مره يخليها حلو، انتشر الكلام ده. وكان رئيس جيش سوريا اللي اسمها ارام، اسمه نعمان، وكان ابرص. البرص ده شيء صعب جدا، بس رئيس الجيوش. فراح لملك ارام وقال له: يا سيدي، وكان في عداوه بين اسرائيل وبين ارام، كانت في حرب. قال له: انا عارف ان في عداوه، لكن اليشع النبي ده بيشفي، اروح له يشفيني؟ قال له: روح له. وراح كتب جواب كده لملك اسرائيل وقال له: ارجوك ساعده ان هو يخف. اخذوا بالجيش بالتشريفه وراحوا عند اليشع النبي. ووقف اليشع بره وقال له قال له: انا عايز اخف. فراح اليشع بعت له مع جحزي، قال له: روح، قل له يروح يغتسل في الاردن 7 مرات. اتضايق قوي نعمان السورياني رئيس جيش، قال: ما يطلع يخففني، ما طلعش قابلني ليه يعني؟ فقالوا له كده: يعني اذا كنت تقدر انك انت اذا كان ممكن ان هو يخففك بالطريقه دي طريقه سهله، يعني ايه مشكلتك؟ ما تروح تغتسل يعني. ففعلا راح اغتسل 7 مرات، يقول خرج كأن جسمه طفل لسه مولود، كل شيء انتهى. رجع له بقى وقال له كده نعمان السورياني: قد عرفت أنه ليس إله في كل الأرض إلا إله إسرائيل. وقال له: منذ الآن لا يقرب عبدك محرقة ولا ذبيحة إلا للرب. خلاص، من النهاردة أنا مؤمن بربنا اللي انتوا بتعبدوه، بإله إسرائيل، مش هقدم ذبيحة إلا لربنا.
وبعدين قال له تطلب مني ايه؟ قال له ولا حاجه. قال له لا اطلب اي شيء، فلوس، ذهب، فضه. قال له لا لا ولا حاجه خالص. حلو قوي، رجال الله كده. نعمان السرياني مشي، جرى شويتين، اتحركت شهوه الفلوس في جحزي، جرى وراه، جه في باله يعني ما ناخدش منه ليه يعني. قال له يا سيدي، قال له ايه؟ قال له بعتني، قال ليش على النبي؟ قال له عايز ايه؟ قال له بيقول لك يعني لو عندك شويه فضه وهدوم وكلام من ده. فقال له اه، فاداله فضه وهدوم ورجع تاني. رجع بقى فقليش قال له من اين اتيت؟ قال له ما مشيتش لا هنا ولا هناك. قال له كده طيب البرص اللي كان عند نعمان يبقى فيك. خرج جحزي ابرص. البرص في العهد القديم علامة خطية كائنة. الخطية هي إيه بقى؟ هي شهوة المال، هي شهوة القنية، هي الكذب، هي عدم تقدير إن ربنا شايف، إن ربنا عارف. الغريبة بقى إني بدل ما ملك أرام يهتم بإله إسرائيل راح قال أنا عايز أدمر المملكة دي واحتلها. وبعدين يقول طيب هدمرها ازاي؟ اقتل ملك اسرائيل. فيقول طيب يبعت جيشه في الحته الفلانيه عشان يؤسر ملك اسرائيل، والاسر ده معناه ان هو يستعبد. يروح اليشع لملك اسرائيل يقول له ما تروحش الحته الفلانيه، ملك ارام هيأسرك فيها. فيروح الجيش ما يلاقيش. فقال ايه ده؟ كذا مره اروح احاول اسر ملك اسرائيل ما ينفعش، ازاي الكلام ده؟ فقالوا له عنده اليشع النبي يسمع ما تتكلم بيه في مخدعك. يا سلام، بصوا القوة بتاعت أولاد الله. أنت هي فقال هيك كده، بدل بقى ما يتوب ويرجع ويؤمن بإله الإله الحقيقي، قال لهم طب روحوا اقتلوا أليشع. فجري جيش كبير راح على أليشع مركبات وخيول عشان تقتل أليشع النبي. وقتها تلميذ أليشع اترعب. أليشع بكل قوة جدا، بكل قوة وكل ثبات، قال له أنت خايف؟ قال له ده جيش بره، إحنا خلاص متنا. فبص كده وقال له ربنا افتح عينيه يا رب. فربنا فتح عينين التلميذ، فبص وجد كم ملايكة في مركبات نارية حوالين أليشع النبي. نفس الفكرة حصلت في العهد في الكنيسة. موسى الاسود راح لتلميذه لابوه اسزيروس وقال له انا محاط بشياطين، انا بقى على طول. فقال له افتح عينيك كده هو، وشاف كم ملائكه حوالين الدير وبتحميهم. انت مش عارف مين اللي بيحميك. لو ربنا فتح عينيك هتشوف الحمايه الحقيقيه. احيانا ننزعج ونقول جيوش، حروب، البلد بتولع. اقول لك في حماية، تأكد من ده، وده اللي حاصل في الكتاب المقدس. عشان كده لازم تمسك في كلمات ربنا. وفعلا خرج أليشع وقال ربنا اضربهم بالعمى، الجيش كله عمي. فراح أليشع قال لهم انتوا عايزين ايه؟ قالوا له عايزين مكان أليشع. قالوا تعالوا ورايا. أخدهم وراح دخلهم السامرة. وأول ما دخلوا السامرة قال ربنا خلاص افتح عينيهم. فتح عينيهم لقوا منهم في حتة تانية خالص. ففهموا ان هذا الرجل يحمل قوة جبارة. المفروض يعمل ايه بقى؟ على طول هات الجيش، حاصرهم، اذبحهم. ده سلوك مين بقى ده؟ شرس همجي. اما رجل الله عمل حاجة غريبة جدا، جاب لهم اكل وشرب وقعدهم وقال لهم عرفتوا بقى ان ربنا قوي، ارجعوا بلدكم. حقيقة، حقيقة رجال الله لا ينتقموا. الانتقام للأشرار، اللي بينتقم ده معناه ان قلبه مليان شر. الانتقام مش من ربنا. عشان كده الله كان بيعمل معاه طول حياته، وهو ربنا قال له امسح يا هورام عشان يحقق كلام إيليا النبي ان هو إيزابيل مرات أخاب تموت ويلحسها، يلحس دمها الكلاب. وده فعلا، وياهو اللي هو مسحه ملك هو اللي قتل انبياء البعل حسب كلام ونبوه إيليا النبي. لكن
هذا الرجل ياهودة اللي تم من نبوة إيليا النبي دخل عبادات غريبة ودخل آلهة غريبة برضو، وجي بعد منه أحاز برضو دخل آلهة غريبة، وسقطت إسرائيل في يد ملوك أشور نتيجة التجاوزات بتاعتهم. مات إليشع النبي هو كبير في السن، ودفنوه في قبر. وقصة لطيفة جدا قلتها لكم قبل كده، إن قبر إليشع النبي عظمه ده قوم ميت نتيجة عمل ربنا في حياة إليشع النبي. النهاردة وإحنا بنقرأ الكلام ده في سفر الملوك بننظر قوة ربنا. اوعى تظن أن قوة الله فقط مع هؤلاء الرجال الكبار المشاهير، هو يحفظ دائما أمانته لكل إنسان، إنه يشرق شمسه، إنه يعطينا دائما حمايته. هو أمين أن يحتضننا إلى أن نعبر من هذه الحياة إلى الأبدية. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبدية.